يسعد الله صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج صباحكم على شاشة اليو تي في. ساعة ونصف من الآن مواضيع كثيرة ومتنوعة، لكن قبل ما احنا نبتدي فقراتنا ومواضيعنا احنا حابين نهنئ أبطالنا اللي حققوا ميداليات متنوعة ضمن منافسات دورة ألعاب البارولمبية في باريس 2024. أكيد احنا شاهدنا يمكن بالفقرة الأخيرة شاهدنا يعني يمكن بارحة الهواية أكو صار يومين ديما السوشيال ميديا يعني تعبر عن احتفائها وتهنئتها لاهتمامها أيضا لكل الأشخاص اللي مثلوا العراق نعم. البارالمبياد باريس. بس احنا حابين نذكر أنه الجهد هو للجميع، وكذلك احنا أكيد نبارك لنجلة عماد لحصولها على الذهبية، ولكن كذلك عندنا لاعبي منتخب المبارزة حصلوا على 3 فضيات، كل من عماد هادي، زين العابدين، وحيدر علي، وكذلك جراح نصار حصل على البرونزية في رمي الثقل، وكذلك ولدان الميدالية البرونزية في رمي الرمح، والرباع رسول كاظم في رفع الأثقال. يعني هاي كلها جهود لازم أنه إحنا نذكرها ونبارك لهم، ونبارك كذلك ونهنئ طبعا جهود الملاك التدريبي فعلا، لأنه هذا شيء جدا مهم، نشكرهم ونبارك لهم. أكيد يسعد صباحك. يسعد صباحك ديما، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، يسعد صباحكم بعد كل هذه التهنئة اللي قدمناها لكل الأفراد اللي كانوا يمثلون العراق خير تمثيل، وتحديدا في فئة الألعاب الفردية. هذه الألعاب اللي هي فعلا تحتاج أنه إحنا نعيد النظر بيها ببيئتها وبمؤسستها بشكل عام، والاهتمام اللي لازم يكون صراحة مبالغ به بما يخص هؤلاء الأفراد. كل الشكر لكم، مثلتوا العراق خير تمثيل، وأكيد راح ننتظركم إن شاء الله بفوز آخر. مشاهدينا حلقة جديدة من صباحكم، والبداية من عندكم خبر. مشاهدينا أول الأخبار رح نبتديها لهذا اليوم من الملف الاقتصادي المالي، حيث كشفت مصادر عن توجه حكومي لرفع أسعار الضرائب، وذلك من أجل سد العجز المالي في الموازنة، وذلك عقب التراجع الطفيف في أسعار النفط العالمية. وفي هذا السياق أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الضرائب بأشكالها المباشرة وغير المباشرة تخضع للقانون، مضيفا أن الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم حتى اليوم حزمتين منها، وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي، وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي. مشاهدينا في سياق متصل، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها مستمرة في صرف المنحة الطلابية لكنها حاليا متوقفة منذ انتهاء العام الدراسي، مبينة أن المنحة ستعود للصرف مع بداية العام الدراسي وتخصيصاتها مؤمنة في قانون الموازنة. وأضافت الوزارة أن أعداد الطلبة المشمولين في المنحة كانت في البداية 1,000,000 طالب، ولكن بعد توزيع المنحة وصل العدد إلى 2,400,000 طالب. وأضافت الوزارة أيضا أنها ستطلق في الأيام المقبلة وجبات للمعين المتفرغ، أما وجبات الرعاية الاجتماعية فننتظر تخصيصات مالية جديدة. مشاهدينا في الشأن الخدمي، أكدت وزارة الكهرباء أن حملة فك الاختناقات حلت مشكلة قطاع التوزيع وحسنت أداء المنظومة بشكل كبير، مؤكدة صدور توجيهات بإبعاد المقصرين عن مواقعهم. وأضافت الوزارة أن هناك تحسن في بغداد والمحافظات كافة، حيث تم معالجة حالات احتراق المحولات والأسلاك بسبب الأحمال الزائدة والحر الشديد في وقت سابق واستبدالها بأخرى جديدة، ولدينا الآن كميات كافية من المحولات التي لم تستغل للأسف، ولذلك ولأسباب أخرى تم معاقبة وإبعاد قسم كبير من المسؤولين الذين لم يتمكنوا من أداء واجبهم بشكل جيد.
مشاهدينا وصلنا إلى آخر أخبارنا. في عندكم خبر من لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، أكدت أن تعداد العام للسكان الذي يجري التحضير له في العراق يخلو من تأثيرات السياسة وله أهمية تنموية، فيما لفت إلى أن استمارته لا تتضمن مفردتها القومية والمذهب المثيرة للتوجس. وأوضحت اللجنة أن التعداد العام للسكان والمساكن ذهب باتجاه التنمية، كما أن أهميته تأتي في ظل غياب قاعدة بيانات رصينة ودقيقة لمدة 30 عاما، لافتة إلى أن العراق اعتمد طوال السنوات الماضية على التخمين والتحليل والنمذجة الإحصائية والمكانية. مشاهدينا هذا كانت آخر الأخبار من عندكم خبر، أما الآن ننتقل إلى نشرة الطقس ونتابع آخر تطورات درجات الحرارة. مشاهدينا من الطقس إلى حركة المرور في شوارع العاصمة لهذا اليوم. يمكن اليوم صار الواحد قبل ما يطلع يشوف الازدحامات حركة السير، ولكن اليوم صار الموضوع يعني نطلع عليك يا الله، يمكن مرات تصير تشوفينها فجأة تكون اكو ازدحامات فجأة ماكو شيء، يعني اكو صار تفاوت في دوام بعض الوزارات ما صار موحد، وصارت اكو بعض الناس ممكن ينتهي دوامها على الساعة 2، اكو بعض الناس او الوزارات يبدا الساعة 9 والساعة 10 الصبح. هو كله راح يصير، اكو ناس كانت مع هذا القرار، اكو ناس يمكن كانت ضده، لان كل بعض يقول مثلا احنا كان اول اكو عدد ساعات معينه هي الازدحام، هسه صار من الصبح الى العصر ازدحامات، فبالتالي هي يمكن تفاوتت، وبالاخير هي كانت تجربه هذا الموضوع، حيث اكدت الامانه العامه لمجلس الوزراء استمرار العمل بنظام تقسيم اوقات الدوام الرسمي بعد ان نجح هذا التقسيم بحسب الامانه بتخفيف حده الزحامات المروريه، وذلك بالتزامن مع استمرار العمل بمشاريع فك الاختناقات المروريه. امانه مجلس الوزراء اوضحت ان المجلس قرر العمل بالتقسيمات الاربعه لاوقات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكوميه في العاصمه بغداد، حيث سيبدا الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكوميه والاهليه من الساعه 10 صباحا وفقا للتوجه الذي تم تفعيله اعتبارا من الاول من أيلول. نعم، هذا كان قرار الحكومة بشأن تقسيم توقيتات الدوام، أما آراء الناس فاختلفت بين من يرى أن تغيير أوقات الدوام الرسمي أثر في تخفيف الازدحامات، وآخر يعتبره غير مجدي. تابع آراء الناس. أنا كموظف أشوفه يعني إيجابي وقلل الازدحامات وصارت حركة زينة وهاي إيه؟ أنا برأيي أشوفه مناسب، حل مناسب جدا، لأنه العالم تريد تلحق على معاملاته وتريد تطلع الساعة 8 ينتهي دوام الساعة 3، هاي بعد شو تريد تقول؟ يساهم بالحل لكن مو حل جذري يعني. طبعا الأوقات هو وقت رسمي والتغيير مو بصالح الموظفين، اكيد كل موظف عنده عائله وعنده ارتباط. بالنسبه للزخم المروري هذا مشكله المرور،
والاختناقات على رئيس مجلس الوزراء يلقى حل ثاني، اما شكل هندسي تغيير جسور او مجسرات او نفقات من هذا الباب. بس تغيير كدوام يعني وزاره تداوم بالسبعه ونص، وزاره تداوم بالثمانيه، هذا ما يحل مشكله. مشاهدينا، بعد ما سمعنا آراء كثير من الناس بما يخص أوقات الدوامات، فاصل أول ونرجع لكم. مرحبا بكم مشاهدينا. بعد سنوات من الانقطاع تعود الباليه العراقيه للرقص في المسارح الدوليه، حيث حصدت اكاديميه بغداد للباليه على 3 جوائز ضمن مسابقه STS الدوليه للباليه التي اقيمت في دبي بالامارات. نعم، مثل العراق 6 راقصين باليه باعمار مختلفه، ومنهم روز حيدر ويارا روج اللي قدموا رقصات تريو وسولو وجماعي في هذه المسابقة وحصدوا 3 جوائز. يعني اليوم حلقتنا من بدايتها إلى الآن عبارة عن جوائز واحتفاء مشاهدينا، لذلك اليوم راح يكونون ويانا بالاستوديو ونصبح عليهم بالخير ونبارك لهم أكيد على هذا الفوز. أهلا وسهلا بكم. صباح الخير. صباحكم روز ويارا، اهلا وسهلا بكم. صباح الخير. احنا سعيدين بوجودكم وبنجاحكم. خلي نعرف من عندك اول شيء يارا، شلون صارت بدايه المشاركه؟ هي جت الدعوه من قبل اكاديميه بغداد باليه، طلبوا منها طلاب للمشاركه بمسابقه عالميه اللي هي STS World Wide على اساس المستوى طبعا. بالضبط. فاختاروا أكاديمية بغداد باليه طلاب، اختاروا رقصات جماعي وتريو وثنائي إضافة إلى سولو. حلو. حلو. طيب روز، احنا نريد نتكلم معك، ما شاء الله عليك، أو شكرينا كم عمرك وشلون بديتي بهاي، شلون قدرتي أصلا تشاركين وشنو حصلتي؟ أنا عمري 8، أهلي شجعوني أن أشارك على باليه. حلو، وشاركتي أنت بالمسابقة؟ إيه. وفزتي؟ مبروك. طبعاً احنا بس نريد ننوه ان هي هاي اول ظهور لها ويانا، فاحنا محظوظين اليوم بوجودك اليوم ويانا، ومبارك لك على هذا الفوز، واكيد اتمنى لك الموفقيه بالمستقبل. انا بدي اعرف صار لك كم سنه انت تلعبين بالي او ترقصين بالي؟ 4 سنوات. 4 سنوات، واكيد حابه انه تبقيني وتكملين، صح؟ صح. حلو. يا راني بدي ارجع اتحدث وياك بخصوص شروط المسابقه، يمكن للناس اللي هي ما مشاركة أو ما تعرف، بس أكيد ممكن أنه هي صار عندها فضول تريد تشارك وتعرف، فشنو كانت شروط المسابقة؟ شروط المسابقة هي لكل عمر كانت. نعم. أكو شروط. مثلاً أني أكو حذاء الباليه يسمى البوينت شوز، هذا لازم إلا من عمر 14 فما فوق يقدرون يرتدوه، أما الأعمار الأصغر فلازم يلبسون الحذاء الخاص بالباليه الآخر اللي يسمى سوفت شوز. وأيضاً كانت أكو درجات على التعبير، على الأذن الموسيقية، على الأداء، وأيضاً على الأزياء، فهاي كلها كانت عليها درجات وشروط حسب يعني الكل فئة عمرية. من مجموعة من الحكام هم كانوا متواجدين. أنتي صار كم سنة ترقصين بالي؟ صار لي يمكن 10 سنوات، 11 سنة هيك شيء. يعني من الطفولة جدا. بالضبط، من عمر 4 سنوات أنا بلشت بالي. نعم. حلو، يعني حلو هذه 4 سنوات اثنينكم، يعني إن شاء الله تكونين بالمستقبل كذلك. إن شاء الله. يارا أنا ردت خلال هذه الفترة، أنتي أكيد أكو صعوبات بالتدريب كون ماكو أماكن معينة، ماكو أشياء مخصصة كذلك لكم، خلينا نتكلم أكثر عن ساعات التدريب اللي أنت تقومين بها، أماكن التدريب، وشنو النظام اللي أنت تتبعينه بالتدريب؟ تمام. أنا كنت أتمرن خلال يعني المسابقة من تجهزت لها، أتمرن بالبيت إضافة إلى بالأكاديمية. بالبيت أتمرن 4 ساعات، أما بالأكاديمية لا، كنت أتمرن أكثر، من الساعة 12 الظهر لحد 9 لحد 10 نظل نتمرن لحد ما قدرت أتقن الرقصة الخاصة بي. لأن هاي قبل المشاركة بالمسابقة، ولكن بشكل عام شلون التدريب يكون؟ بشكل عام أنا أتمرن كل يوم من 6 إلى 4 ساعات بشكل يومي،
واني صار لي سنوات انه اتمرن بشكل يومي لمده ساعات طويله، فصار جزء يعني روتين من يومي، تعودت انه اتمرن. انا اريد اسال روز نفس السؤال. روز ايش قد تتمرنين؟ كم ساعه؟ ساعتين باليوم بس تتمرنين؟ يعني تأدين رقصات منوعه صح؟ صح. حلو، اني اريد اعرف من عندك انت اديتي بالمسابقه او قدمتي بالمسابقه عرض وحدك لو ويا مجموعه بنات او مشاركات؟ ويا مجموعه. اوكي، ويا مجموعه يعني ما كان وحدك. كنتي حابه تقدمين وحدك؟ لا. انت بالمستقبل ان شاء الله. حلوة الصراحه، حلوة. بالمستقبل ان شاء الله هي يمكن تقدم. اكو فروقات؟ خلينا نتكلم اكثر عن يمكن المشاركات لاعمار معينه عن اعمار اخرى. اي اكيد، مثلا الرقصات راح تكون تختلف، الحركات مال الرقصات تختلف، المستويات، ومثل ما قلت انه الاحذيه الخاصه بالباليه من عمر لعمر تختلف. اي هاي هي الفروقات تكون. حلو، لو نتكلم اكثر عن يمكن المشاركات الدوليه اللي شاركتوا بها غير الاخيره اللي هي مال دبي، شنو شاركتوا؟ شنو الانجازات اللي حققتوها؟ صراحه احنا كل سنه بالعراق نسوي عرض، يعني كل سنه نسوي عرضين خاص بالباليه فقط بالعراق. هاي كانت اول مره اكاديميه عراقيه تشارك مسابقه عالميه بدبي، فهاي كانت اول مشاركه لنا والحمد لله. نعم. يعني اول مشاركه وهم ربحنا من اول مشاركنا. نعم. انت هنا تتحدثين يعني هو نفس الحديث اللي يكون على مدرسه الموسيقى والبالي اللي الناس يعني دائما تودي اطفالها لهم او ابنائهم، لو انت تتحدثين عن غير مؤسسه. انا دا اتحدث عن اكاديميه بغداد بالي. نعم نعم. باختصار الاعمار اللي يحق لها المشاركه من اي عمر لاي عمر، وش قد هو العمر اللي ينتهي بي او تنتهي بي رقصه الباليه انه خلاص ممكن العمر بعد ما يسمح او كذا؟ حابه اعرف تفاصيل العمر بالباليه. العمر يبتدي من عمر 4 سنوات. وبالنسبه لاكاديميتنا اخر عمر نستقبله هو 18 سنه، يعني من 4 لحد 18. اما كالباليرينا انه تنتهي من العروض وتترك الباليه، فهذا الشيء يعود لها. انا يعني بالنسبه لي ما اريد انتهي عن البالي، مستحيل انتهي. اتحدث عن بنيه جسم وممكن امكانيه الجسم وغيرها، يعني هذا ممكن يكون 25 سنه او 21 سنه. حلو، احنا يمكن اليوم قاعد نشاهد كثير من البنات بهذه يعني هذه الفتره تحديدا قاعد يكون اكو اتجاه واستقطاب للبالي وحابين هذا الموضوع، ولكن خلينا نتكلم اكثر عن يمكن انت كونك انت شاركتي بمسابقات وغيرها، القادم شنو؟ بالاخير يعني واحد من يخلص مسابقه دائما يفكر بشيء القادم. صحيح. القادم شنو ان شاء الله؟ القادم ان شاء الله انه الاكاديميه نفتتحها، يكون مكان خاص لأكاديمية بغداد باليه، حتى يقدر الجميع انه يشارك بمسابقات مثل هاي ويقدر انه يدخل فن الباليه. هذا القادم، وان شاء الله ايضا عرض جديد راح يكون موجود بشهر 12. عرض الباليه راح يكون وين وشنو اذا عندك يعني تفاصيل؟ راح اغششكم شويه، حيكون المسرح الرشيد، لكن حلو. عن ثيم العرض والتجهيزات هاي تحضيرات ممكن تكون مستمرة. نعم، دعم الأهل مهم جدا. باختصار هم يمكن يكونون الداعم الأول والأساسي والضوء الأخضر بحياة الأبناء حتى ممكن إن هم يتقدمون. أنا أريد أعرف من عندك أول شيء روزة إنه شلون دعم ماما وبابا إلك، شلون يشجعوك وهم حابين مشاركتك أساسا؟ ماما كانت تقول لي شاركي لأن البالي حلو، أنا شفت هواية أتفرج أفلام بالي فسجلت. حلو، يعني أنت بسبب الأفلام هي حبت البالي. أنا اللي أعرف هم المدرسة، هل هم المدرسة تسوين عروض بالمدرسة؟ صديقاتك بالمدرسة هم مثلا يسألوك يردون يشاركون؟ أنا يعني مو بالمدرسة، المدرسة يدرسون يعني بالي، بس يعني ما أنا ما أحكي عن المدرسة مال بالي، أحكي مال المدرسة العادية، تشاركين بعروض بالمدرسة؟ حلو، زين بابا شلون يشجعك؟ احنا سولفنا على تشجيع ماما، وبابا شلون يشجعك؟ يعني نفس الشيء. نفس الشيء. اجوبتها مختصره. طيب احنا نرجع يارا الحديث معك، ما احنا سالناها عن الداعمين، فكذلك احنا نسالك شلون بديتي؟ دعم منو اللي دعمك لين ما وصلتي الى اليوم؟ وحتى اليوم تعرفين يعني التجهيزات الامور هم تحتاج الى يعني ماديات، فبالتالي يمكن ماكو هذاك الدعم الكافي، فخلينا نتكلم اكثر عن هذا الموضوع. اول شيء انا واختي بلشنا سويا الباليه،
أنا حبيت البالية من أيضا أفلام البالية، إضافة إلى أختي شفتها هي أكبر مني بسنة، هي بلشت بالية بسببها، كلش أغرمت بالبالية. وأكيد الدعم جانا من أمي وأبويا، هم أكبر داعم إلي نفسيا وماديا، لأنه صراحة البالية هواية يتطلب طيب دعم. هاي التطلبات موجودة بالعراق؟ يعني تحصلون على المواد بسهولة ولا تحتاجون إلى أنتم تجيبونها من أماكن خارجية تكون؟ لا أكثر. إحنا نوصيها كلها من الخارج، مع الأسف إنه ما عندنا أغراض بالية بالعراق، ما تتوفر حتى إنه تطول الأشهر لحد ما توصل للعراق. صحيح. يعني أكيد هذا كله راح يكون جهد بالنهاية. بالضبط. بس الإيمان الحقيقي بهذه النوع من الرياضة، هي تعتبر نوع من الرياضة أساساً؟ هي تعتبر أحد أنواع الرياضة، بس هي مو نعم. رياضة، تعتبر أكثر كفن. كفن. نعم. بمشاركاتكم بالعادة، شنو نوع الدعم اللي تحصلوه؟ عدد دعم الأهل طبعاً، يعني فقط دعم المؤسسات أو ممكن الإعلام وغيرها يكون موجود وياكم؟ إيه أكيد. كل عروض يجون قنوات إعلامية يعلنون عن العروض الخاصة بينا، إضافة إلى أنه السفارات تجي تدعمنا. حلو. لكن مو دائما أكو دعم قوي لهذا الفن، لأنه يعني جديد على الساحة تقريبا. نعم. نعم أكيد. إحنا أتمنى لكم الموفقية، وأكيد مثل ما ذكرتي راح يكون أكو عرض، إحنا متشوقين إلى إن شاء الله يكون عرض ناجح بإذن الله. روز حيدر ويارا روز، شكرا لكم، أتمنى لكم الموفقية. شكرا روز، شكرا يارا، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا بعد هذا الحديث، يعني دائما الأعمار الصغيرة بالعمر من يكونون موجودين ويانا بالبرنامج، دائما الداعم الأول والأخير لازم أنه إحنا نشكره ونشجع عليه، ولازم تصير بعدوى إيجابية اللي هو دعم الأهل ودفع الأبناء دائما إلى الأمام والاهتمام بقدراتهم والإيمان بها. هذه هي رسالتنا دائما إلى الأهالي. مشاهدينا باقين ومكملين، فاصل نرجع لكم. مرحبا بكم مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى تواصل، راح نشوف شنو آخر أخبار مواقع التواصل وأيضا الفيديوهات والمواضيع اللي تصدرت منصات التواصل. مشاهدينا، طبعا اللاعب أيمن حسين جمهوره ومحبيه عبر مقطع فيديو تم تداوله يوم أمس، ظهر فيه وهو يتمشى في أروقة المشفى الذي يرقد فيه في دولة الكويت. وكما تبين بالفيديو فإن أيمن ما زال في مرحلة التشافي، إذ يحاول العودة إلى الحركة الطبيعية بشكل تدريجي. صحيح، يعني احنا شويه حزننا على هذا الخبر، خصوصا نتمنى له كل السلامه. اكيد بكره راح تكون مباراتنا، نتمنى الموفقيه كذلك لاسود الرافدين. ظهر ايمن من خلال مقطع الفيديو المنتشر وهو يسير برفقه رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم الكابتن عدنان درجال، فيما حصد المقطع عشرات التعليقات من جمهوره الذين دعوا له بالصحه والسلامه كي يعود ويكمل مشواره ضمن صفوف المنتخب. نتابع. شهدت مدن الجنوب الشرقي بالمغرب خلال اليومين الماضيين لحظات تعصيبة بسبب أمطار وعواصف وسيول جارفة تسببت في انهيار بعض المنازل، وتسببت أيضا في إخلاء السكان لمنازلهم تحسبا لأي طارئ. نعم، ووثق عدد من الفيديوهات وصور الأمطار الغزيرة ولحظات مخيفة عاشها مواطنون كادت تؤدي بحياتهم، وتجدر الإشارة إلى أن منذ الأسبوع الماضي والمدن المغربية تتعرض بشكل مستمر لعواصف قوية لم تشهدها من هذه المناطق منذ سنوات. انتابع. السلام يا ربي، السلامة يا ربي، السلامة يا ربي، السلامة يا ربي، السلامة. خلاص الناس هنا غير تخليهم المضرور يا ربي السلامة. في المستوى ديالو صح كان هنا واحد القوس الضوء.
مشاهدينا، خلال مرور سيارة على طريق عام يقودها رجل وزوجته، وقفت غزالة في منتصف الشارع منعت السائق من إكمال طريقه، وحين ترجل من السيارة ركضت الغزالة فشعر السائق أنها تطلب منه اللحاق بها، وبالفعل لحق بها ووصل إلى الغابة حيث وجد فيها غزال صغير عالق وسط الأغصان. نعم، وعاد الرجل إلى منزله وأحضر الأدوات اللازمة لقص الشريط والأغصان الشائكة، ثم نجح بإنقاذ الغزال الصغير. وعند استعداده للصعود إلى سيارته والمغادرة، وجد الغزالة وابنها الصغير ينتظره لتوجيه الشكر له بمشهد مؤثر. نتابع. يعني حركة ذكية جدا ديمة، وخطوة كلش حلوة من صاحب السيارة انه افتهم صاحب السيارة، حتى انه شوفي من واحد يقدم الاحسان شلون يرجع، حتى لو كان يعني هو حيوان شلون رجع وشكره بهذا فعلا. يعني نقطة هاي يعني هاي صراحة رسالة للجميع، العناية يعني والرحمة بالحيوان يعني بأي مكان على وجه الأرض. مشاهدينا، يمتلك لاعب برشلونة لامين يامال موهبة لافتة في سن 17 عاما جعلته أحد أبرز المواهب التي اكتشفت العام الماضي. وفي حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية، قال يامال إن هروبه من الكلاب وهو صغير السن ساهم في تحسين مستواه بالمراهقات. نعم، أبرزت الصحيفة أنه عندما كان يامال لاعب صغير في السن تعرف على الكلاب، وكان عليه أن يتفوق عليها ويتجنبها، ويبدو أن هذا العمل المميز والغريب قد آتى ثماره. وأوضح يامال: اللعب في الشارع سلب مني الخوف. كما كشفت الصحيفة أن يامال قام بأكبر عدد من المراهقات في أول 4 مباريات بالليغا. مشاهدينا، كانت هذه أهم الأخبار بتواصل لهذا اليوم إلى محور آخر، حيث الصحة والرياضة. ويهدف بعض الأشخاص عند ممارسة الرياضة إلى التخلص من الدهون العنيدة في مناطق محددة من أجسامهم كالبطن والزنود والخواصر وغيرها، وفي المقابل يحرصون على عدم نزول الدهون من المناطق إلى أخرى. لكن هذه العملية تحتاج إلى دراية تامة بالتمارين الصحية التي تستهدف تلك المناطق بحيث لا تؤثر على غيرها. سنناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيف مختص، لكن بعد ثواني. مشاهدينا، إذن كيف احنا نستهدف منطقة معينة في الجسم للتخلص من الدهون الموجودة فيها بأسرع وقت، وما هو التكنيك الصحيح للتمارين اللي تخصها؟ راح نتعرف على ذلك مع مدرب كمال الأجسام الكابتن رامي حسين. اهلا ومرحبا، يسعد صباحك. اهلا وسهلا كابتن، يسعد صباحك، اهلا بك. اشكرك. نعم كابتن، يعني بالبداية يمكن احنا تحدثنا عن مناطق معينة داري. يمكن هذا اكثر شيء كثير فئة من يمكن البنات والشباب يعانون من هذا الموضوع. اكو مناطق معينة، واكيد خصوصا يعني تعتمد على تركيبة الجسم من شخص الى اخر تختلف طبعا. فشلون ممكن الواحد يركز على انه يتخلص من الدهون بمنطقة معينة؟ هو النقطة هي الاساسية للجسم، كل شخص وعملية الايض مالته. تمام، احنا يعني اغلب الواعيب او اللاعبات انه يلتجئون للتمارين اكثر من التغذيه، انه كابتن انا اريد تمارين توخر هاي الدهون مثلا الخواصر او البطن. هاي نقطه غلط. احنا شلون مثلا عمليه الايض مالتك تكون بطيئه، فده تسبب عندك احتباس سوائل بالبطن بالخواصر، فايش تسوي؟ عجز بالسعرات مال الجسم، نزيد كارديو، انتظام تغذيه، يعني التغذية ما تجي تكون تنطبخ وتتوزن وتاكل. هيك ما تلتجئ للتمارين. اغلب اللاعب يقول انا اتمارن تمارين معدة او تمارين خواصر او لف، فانا بدي احرق هاي الدهون. هاي الدهون ما تحترق بالتمارين.
متنازم هو تكاملي بين الاكل والتمارين. سعرات مالتك احتياجك اليوم ايش قد؟ سوي بيه عجز فانت هنا مليون بالمئة راح تخسر دهونك. شنو يعني قصدك سوي بيه عجز؟ تمام، مثلا انت الكالوري مالتك الطبيعي يعني يبقى جسمك طبيعي نفسه نقول 5000 باليوم تدخل سعرات. يعني سوي بيه عجز نوصل ل 3000. بس شنو؟ عن طريق الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية تنحسب. فانت الاكل مالتك حيكون من 3 وجبات الى 4 وجبات الى 5. فمن تقعد الصبح ما تاكل اكل عشوائي، لا، الاكل ينطبخ ويتوزن وتاكل كل يوم نفس التغذية والعدد مالته، بس تخربط بها راح تبقى وضعيتك نفسها. نعم، اذا معيار الاكل هو الحد الفاصل بكل هذا اساسي، والكارديو بعد اهم. والكارديو هو اساسي. ليش الكارديو؟ لانه هو العامل الاساسي اللي يرفع عمليه الايض مالتك اكثر من الطبيعي. نعم، يمكن اكو سؤال انه البعض يتساءل، هي اساسا الدهون اللي تذوب وين تروح في حال انه هي ذابت؟ ها حلو. الجسم من يحتاج مطاوله او طاقه فهو يظل ياخذ من الدهون مالتك ينتج مطاول. اغلب اللواعيب شو يسوي مثلا؟ اسوي سلتشيه يعوف الاكل. انا ابسط شيء البارحه جت اشاعات صدفه، اجاني لاعب قال لي كابتن انا رايح على دكتور تغذيه. حلو؟ اوكي. انا عرفت الدكتور ايش منطي. قال لي انا كابتن قمت ما اكل اصلا. قال لي طبيب تغذيه ومراجع يم ما هو ف منطي ابره لا ياكل لا يشرب لا دنيا وضعيته ساءت لان فقد الكربوهيدرات والدهون والبروتين. بالنهايه الجسم يحتاج الى غذاء، فكل شيء قام ما يفقد بجسمه بحيث من ياخذ كارديو يوقع الولد لا يتخربط لانه ماكو عنده طاقه. بالضبط. كابتن رامي خلينا نتحدث على نقطه جدا مهمه اليوم، يمكن خلي كل بعض نتكلم يمكن عن السيدات عندهم مناطق معينه تختلف عن الرجال تكون بها مثلا الدهون متركزه فيها. اكل بعض يتمرن تمارين معينه ينتظم باكل ويتم النزول، ولكن يصير اكو عضل من يتركون يصير اكو ترتيب الشكل هم مال الجسم يختلف، ولكن طلع مو حلو يعني في نشاز نوعا ما. من جانب السيدات اول نقطه، المراه صعب جدا ان تبني عضلات. ليش؟ لان نسبه التستوستيرون بجسم المراه جدا ضعيفه عن الرجل، فمن الصعب انه تبني عضل. يعني هو طبيعة الجسم. طبيعة الجسم. بس عفوا كابتن رامي، لأنه أنا صراحة هذه النقطة لأنه شفت يعني قدامي كانت أكو حالة. بلي. البنت كانت عندها زيادة بالوزن. حلو. وتم رياضة والتزمت تقريبا لفوق 6 شهور. بعدها تركت، كان يعني حتى يمكن لو كان قبل ما صار الجسم صار ترهلات تشققات من هذا الجانب. مو قصة ترهلات تشققات، ولكن صارت أكو اكتساب زيادة وزن بأماكن ثانية. يعني تحولت الدهون. غلط بالتغذية. شلون؟ مثلا هسه انا وزني 100 تمام؟ بس وزني انا ال 100 وين؟ انه عندي بطن خواصه، اوكي؟ فانا من اقطع الكربوهيدرات رسمي واتمرن بجهد عالي انا حشوف نتيجه حلوه، بس سابقا ما راح اترك راح يصير عندي خربطه مو طبيعيه. ما انا هذا ليش بديت اوصل لهي النقطه؟ لان كابتن رامي اكو هوايه يشوفون يعني حتى قاعد نشوف مثلا الصيام المتقطع الكيتو دايت او غيره. غلط. بالضبط، يشوفون نتائج ولكن بعدها تبتدي النتائج العكسيه اللي تظهر. بالضبط. شو ممكن احنا نشوف اللي يناسب جسمنا؟ حلو. انا مثلا اول ما ابدي دايت كارب يبقى بنفسيته، الدهون الصحيه ابقيها بجسمي، والبروتين. ليش؟ لان الجسم هو اصلا بيه جهاز مسؤول عن الطاقه اللي يحتاجها الجسم يعني من الكربوهيدرات. البعض شو يسوي؟ يفقدها الكربوهيدرات يبقى بس على البروتين. انا مش يصير عنده نزول وزن ونزول دهون بسرعه. صحيح. فانت لازم تحددين اكو نزول وزن. نزول الوزن معناها انت فقدت سوائل عضلات دهون كلها فقدتها من جسمك، بينما نزول الدهون تحافظ على حجمك العضلي وتشد الجلد وتكسب حجم يعني عضلي. شيء بسيط بالنسبه للمراه مستحيل يصير عندها شد، اوكي، ولكن ابقى محافظ على جسمي. من اترك انا عندي كتله محافظه عليها بسبب الكربوهيدرات شنو تدخل بهالطريقه هاي. فاكبر غلط انه ناخذ الصيام المتقطع والكيتو دايت والابره اللي هسه ياخذوها اكثر شيء قطعت شيء هي يعني ممنوع منعا باتن ولا انصح بها خلاص. كابتن هو شنو الصعب اساسا؟ الصعب هو السعي يعني بخساره الوزن، لو الصعب بالمحافظه على خساره الوزن اللي خسرت اساسا؟ لا، هو الوزن انت لازم تحددين الفئه اللي الوزن مالته. الوزن عالي صعب انه تخسره. بس
يعني أنا أضمن لك إذا يعني هو انخسر الوزن خلاص ممكن الشخص الوزن. وصل المرحلة المثالية اللي يريد تبقى يعني أنت ما سويت شيء إذا خسرت وزن ووصلت للجسم المثالي والوزن المثالي ورجعت قمت تدخل سعرات عالية. نعم كابتن رمكي ذكرت أنت نقطة خن إذا جاك مشترك وريد ينزل وزن بمناطق معينة من الجسم وأنت عطيت مثلا النظام الغذائي اللي هو بيه عجز للسعرات الحرارية مثل ما ذكرت، نتكلم على النظام الرياضي يعني أكو البعض يمكن يركز على منطقة بكل الأيام التمارين دون أخرى، شنو هو الصحيح على مود يقدر ينقص هاي المنطقة وهل شلون يمكن يبتدي كارديو يبتدي مقاومة وشنو الأشياء الأفضل؟ الجسم للإنسان من أصبعه لحد رأسه كله ينشف بطريقه واحده. انا اغلب اللواعي مثل ما ذكرتي يقول لك انا بس بطني. انت ما جاي بس على بطنك. انت هواي عندك دهون، دام عندك دهون انت يعني مشكله بكل جسمك. صحيح. تمام؟ فيلتجي اول شيء مثل ما ذكرنا التغذيه الصحيه. ليش تغذيه صحيه؟ اني من انزل دهوني جسم ثلاث مراحل، عضلات، دهون، جلد. اني بس اذا اريد همي اوقع الجلد فايش راح يصير؟ عندي ترهل هنا وعضلاتي بعدها مكانها. ما سويت شيء، فأنا بنفس الوقت أكل أكل الصحي وأتمرن. شنو التمارين اللي أساسية لكل الجسم؟ كاملة. كاملة. شنو المدة تقريبا؟ كل بعض يمكن يقصي على نفسه بالبداية. حسب الجسم. يعني ممكن الكورس تدريب يكون 3 أيام، يكون 4 أيام، يكون 5 أيام، يكون 6 أيام والسابع ريست. حسب مستوى الجسم. مو كلش ضغط يصير 6 أيام والسابع ريست. ليش أنا أسوي كورسي 7 أيام؟ أنت ما شاء الله أنت يعني ما أتكلم، أتكلم عن الأشخاص، إحنا نتكلم عن الناس عندهم سمنة. عندهم زيادة في مناطق معينة. ثلاث أيام يعني الطبيعي يعني للمبتدئين وبدون يعني المستوى العالي 4 أيام والخامس ريست. هل الراحة بين التمارين مهمة للمبتدئين؟ أكيد بس ما تتجاوز 30 ثانية. بلي فأنت هنا أنا بتتجاوز 30 ثانية فراح تنزل ترجع لنقطة الصفر. وإذا كانت أيام فترة الراحة شنو هو الوقت؟ مثلا إحنا 3 أيام تمرين الرابع ريست. بالرابع ريست خلاص أنت ما تاخذ أي شيء. الخامس ترجع تتمرن، وإذا كان كورسك التدريبي 4 أيام الخامس ريست. هيك والأفضل يعني يكون نزول الوزن بطريقة أسرع وكذلك صحية وتحافظ على حجمك العضلي، يصير الكارديو مالتك باليوم 2 مرات. وهل يفضل أن يكون تقسيم الأيام يعني مثلا يوم يركز على منطقة معينة ثاني يوم على منطقة معينة؟ لا مثل ما ذكرنا التمارين أساسية، مثلا أنا أول يوم تمرين عندي صدر وتراي هاي عضلات 2 دهوني 1. هذا اللي قصده، اقصد يعني اكو يوم مثلا بس للقدم يكون خاص. طبعا طبعا هو هذا صدر وتراي، ثاني يوم ظهر واكتاف، ثالث يوم رجل. هذا الثالث يوم ما حد ينسحب من عنده. الثالث يوم كله مهزوم. زين بالنسبه للناس اللي تدفع اشتراك وما شنو الموقف؟ قاعد تحكي عنه في شنو الموقف؟ لا لا هي ملتزمه ملتزمه والله. لا هي هواي يعني هواي عندي مو شويه يعني من ضمنهم انا ولد جماعه ممثلين بدون ذكر اسماء. اي اي ادري انت راح تحرجهم على الهواء ويمكن اصلا شوف يعرفون نفسهم هم. اي يعني ممثلين ووجهه اعلام يعني وممثلين واصلين، فاني انصحه اقول له انت يعني لازم هذا الجيم يكون من يومك. كل انسان سلوكي يصير كل انسان يعني باليوم مستحيل ما عنده ساعه فارغ. كابتن انا ليش ذكرت لك يمكن 3 أيام كذا؟ لانه كل بعض خصوصا المبتدئين بالنسبه لهم جهد، لانه لا لياقه ماكو، نفس ماكو، يعني ماكو قوه عضليه اساسا. ما راح يركض. لا مو انت شوف انت تتكلم، يمكن احنا يعني شاهدنا كثير من يمكن البعض تروح امانه يصير تعذيب، يعني يتحول من مكان انت رايح تنفذ تطلع طاقتك الغضب. الخلل شغلتين، اما المدرب انه مطيه خطه غلط مو مناسب العمر والجسم والمستوى والجهد يكون وصحته هم. اكل بعض يمكن عندهم فقر دم، خمول الغده او غيره، هاي يحتاج الى يعني تمارين معينه. اللي عنده ديسك كذلك يعني يحتاج الى تمارين. اللي يجيني بسكر، اللي يجيني عنده انزلاق، اللي يجي مريض، اللي يجي عنده ضمور بسيط. ماشي. ما هو القصد انه مو ليفل واحد للجميع يعني لازم. لا طبعا كل واحد وحالته، يعني كل واحد وكورس التدريب يكون خاص به. فقلت لك انا هذا السبب اللي وعبنا تبذل جهد وتتعب وتبطل خطتي انا غلط، اما المدرب انه مطيه خطه كوبي بيست ماشي مو حسب وضعه. هاي هوايه ترى موجوده. هواي هواي او الكادر التدريبي مال القاعه ما دا يهتم للاعب ويشوف من انا اهماله وما حد يوصل يعني ما ينبل ويطلع. للاسف طبعا هواي. يعني وهذا اعتقد هو واجب منه هذا الشيء، واجب الشخص تجاه صحته ونفسه وش قد هو لازم ياخذ شخص يراقبه. بقاعتي دخل لي لاعب اخذ الخطه مالته كملت اياه كتبت اياه، عندي مدربين صاله مساعدين 2 فيطب عليهم يعلموا
واجبهم، واي تقصير من عندهم يتحاسبون. اي كابتن، يمكن من الامور اللي قاعد انت ذكرتها جدا مهمه اللي هو كوبي بيست للتمارين للنظام الغذائي، بحيث انه اول شيء في حرمان مثل ما انت ذكرت يكون موجود، ثاني شيء بالنسبه للنظام الرياضي تشوف اليوم الاول الثاني الثالث نفس الاجهزه، اوكي هم صح قسموها بس ما راعوا مثلا هذا الشخص عنده يعني مثلا مشاكل بالعمود الفقري او غيرها، لان بالاخير مو كل التمارين تناسب الجمع. اللي يفرق يمكن هنا الوزن اللي يستخدمونه. بلي. شو ممكن كل واحد يعرف شنو الوزن او شلون يبتدي به؟ سؤال حلو. البارحه مثلا اجاني قلت لك شخص يعني عنده انزلاق ويعني كلش متاذي بحيث مش ما يقدر يمشي. يعني انا قعدت ارتب له بالكورس تقريبا، انا اذا قد اكتب كورس ما اطول فد 10 دقائق ربع ساعة، انا قعدت اطور بالكورس مالته 25 دقيقه. بعدت عن التمارين الحره، بعدت عن التمارين اللي تاثر على ظهره، حتى النومه بالبيت طيت الطريقه مالته انه لازم شلون ينام قبل من يقعد من النوم، شنو التمارين اللي يسويها حتى تهيئ انه الانزلاق ما تصير للافضل، التمارين اللي بداخل القاعه تركز عليها، مثلا تنكتب مثلا تمارين الرجل، مثلا السيقان الامامي يكون وزن خفيف تركيز بطيء، فلازم تنكتب كل هاي الملاحظات. البعض ديكتي يعني من يطب يحكي وياه يكتب له كوبي بيست او مو كوبي بيست، مو ذات خبره كافيه، فما ينطي حسب وضعيته وحسب تغذيته وحسب جسمه وحسب الطاقه اللي هو يملكه. بعد ما انت تاخذ المعلومات وكل التفاصيل اللي انت تحتاجها طبعا كشخص ممكن انه هو يكتب الكورس، اليوم التطور شقد ساعدكم انتم كباتن تشرفون وتكتبون كورسات؟ التطور بالشركات التغذيه، الشركات اللي ممكن تنطيكم سبلمنت واشياء والبراندات والثقافة الصحية والإنترنت والسفر والاختلاط، وطبعا بحدود يعني الكابتن إلى حدود بالنهاية تختلف عن حدوده مع الطبيب وغيرها من هاي التفاصيل. الشركات اللي ذكرتيها ما تقدم لي يعني فد معلومة أنه أنا استفاد من عندها للمدرب للاعب العفو. ما فهمت. الشركات هسه اللي أنا أحكي إن لك أنت شخصيا كثقافة عامة كاطلاع لي شخصيا ما تنطيني معلومة، ولكن شنو سهلت للواعب. شلون مثلا اكو بعض اللواعب يقول لك انا ما اكل بيض الصبح، اوكي روح اشتري بروتينايزر، نستغني عن البيض. الكرياتين كل جسم الكرياتين كل جسم يحتاج 5 غرام باليوم، انت لازم تاكل كيلو لحم احمر، من يشتري يوميا كيلو لحم احمر؟ فشو نسوي؟ يلتجئ لشركه المكملات يشتري كرياتين يستخدمه بعد التمرين في سكوب واحد يملك بها 5 غرام كرياتين. فبعض يعني الشركات اللي صح ظهرت فادت هواي الواعي يعني من ناحيه التسهيل بالتغذيه، بس بنفس الوقت ما نقول اساسيه. لا شلون؟ لان الاكل بالياف. صحيح. مكملات سريع الامتصاص شيء يعني مؤقت تكمل تغذيتك بفضل. نعم كابتن رامي، يمكن من النقاط اللي مهمه جدا اللي هي المتابعه. نعم. متابعة اللاعب اللي يكون عندك موجود، أنا مثلا الأغلبية مثل ما أنت ذكرت يعطون التمارين وخلاص، أوكي أكو ممكن مدربين يعلموهم. نعم. على حركة أو كذا، بس ماكو مثلا ملاحظة بعد أسبوعين القياسات شنو صار الوزن، أزيد أقلل، هذه المتابعة كلش قد لازم تكون على مود واحد يعرف إنه جسمه تغير يحتاج مثلا زيادة أوزان أو غيرها. وهنا أنت طبين مراحل أكثر بالاشتراكات. شلون؟ أنا مثلا المدرب الصالة وظيفته يعلم لاعب، خلاص أنا كمدرب الأساسي مال القاعة من يكتب يمي اللاعب، أكو كورسات يعني مثلاً نذكرها بالأسعار تختلف، أكو متابعة أكو بدون متابعة وأكو برايفتي تسجل. عفواً كابتن، أنا اللي ذكرته ليش؟ أنا أكو البعض يأخذون النظام مرة واحدة يعني ويبقون مستمرين عليه يعني فترات طويلة، أوكي هو أنت حتى لو جددت مرة ثانية تقدر تغير النظام أو شلون ممكن يكون؟ وياك أنا وصلت الفكرة، النظام الغذائي هو الأساسي والصح، كل 10 ايام يطب المدرب ينطي تحديث المستوى. بس ما راح يقدر المدرب يغير له كورس بهالعشرة ايام، لازم 40 يوم الى 35 يوم. بس اللواعي بعضهم ياخذ الكورس وما يروح للمدرب، يعني انا عندي بعض اللواعي بنزل ستوري شباب تحديثكم وين؟ يعني انت تطلب هذا الشيء. زين ما هو هنا يجي سؤال، يعني البعض يمكن من السهوله وانه تعود على نظام يبقى مستمر به لفترات طويله، كلش قد لازم واحد يغير نظامه؟ 40 يوم او كلش قد يعني تقريبا؟ هو النظام الغذائي مثلا انا دخلت لك كارب مبدئيا نقول خساره وزن، دخلت لك كارب 600 غرام باليوم المجموع يعني وزن مو نت،
تمام؟ ف 40 يوم انت نزلت عليه 5 كيلو. انت خلص الجسم تعرف على هاي 600 غرام. من المفروض يتغير الكورس التدريبي، انا مود نقلل هال 600 غرام 400 راح تنزل، فراح ينزل يبدي نزول الوزن يزيد اكثر. البعض لا يقول انا كذا خلاص مرتاح عليه، بس انت وزنك ثبت ما يصير. فلازم يتغير. هيك. هو التعامل يختلف بكل هذا الحديث، يختلف بين النساء والرجال، اكيد. اكيد. اكو فوارق. التغذية النساء والرجال نفس الشيء. الكل يحتاج نفس العناصر، ولكن التمارين لا تختلف. التمارين تختلف، نعم. حتى بموضوع خسارة الوزن مثل ما تحدث. بالضبط بالضبط، بس التغذية النساء والرجال نفس الشيء. يعني يمكن اللي يختلف الوزن، الأوزان، يمكن المرأة تحتاج إلى تكرارات أكثر. أوزان، الأجهزة اللي هي تتمرنها والمناطق اللي هي تحتاجها تختلف عن الرجال. حتى يمكن الفيتامينات أو غيرها اللي هي المكملات يعني غذائية تختلف من المرأة. نعم. نعم كابتن، بشكل عام قبل ما نختم حديثنا وياك، أخطاء تتمنى أنه الناس أو الناس اللي يروحون للجيم أنه يجنبوها بشكل نهائي، أخطاء لازم أي أحد ما يسويها؟ والله يعني الخطأ الشائع يعني كلش، يعني أنا ضوج من عنده، حتى اللاعب من يحكي وياي يضوجني بي أنه كابتن سوي لي بس وجبتين أكل، كابتن أنا بس أخذ كارديو، نعم كابتن طيني بس تمارين معدة، كابتن انا اريد الصبح ما اكل، مثلا اسوي لي اربع وجبات، جاني ورا اسبوع 10 ايام، انا حبيبي ايش قد نزلت؟ والله كيلو وين كابتن ايش قد جاي تاكل؟ والله كابتن اصلا انا ما جاي اكل بس وجبه، انت مو كاتب لي اربعه، قلت له اي، يقول لي انا جاي اكل واحده، هذا كلش غلط. انا اخوي اقول لك اكل واحده وروح، ليش دا تعب وروح وقتي؟ صحيح، وهذا يعني غلط كلش يعني كبير. يعني احنا يمكن بحاجه فعلا الى التنظيم، مو فقط على مود نزول وزن او غيره، اليوم نمط حياه صحي اكثر. كابتن رامي حسين شكرا لك، شكرا تواجدك معنا. كابتن شكرا جزيلا لك، نتمنى لك دائما الصحه والعافيه. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا، مثل ما احنا يمكن شاهدنا في هذه الفقره، تحدثنا عن الرياضه، تحدثنا عن مواضيع كثير مهمه، لذلك احنا يمكن كان هذا الحديث نظري، ولكن الان راح ننتقل الى كابتن عبد الله مع التطبيق اللي راح نشوفه لبعض التمارين اللي راح تفيدكم وانتم قاعدين في البيت. ده ننتقل الى كابتن عبد الله. صباح الخير عليكم مشاهدي قناه يو تي في، فقره رياضيه صباحيه جديده. اليوم تمارين راح تكون تمارين اول بدي، راح نشغل من خلالها كل الجسم، نقدر قبل ما نروح للشغل بالبيت نتمرنها، مجرد ان نحرك جسمنا. قبل كل شيء قبل التمرين لازم نستخدم عمليه الاحماء اللي هي شامله للجسم من 10 دقائق الى 15 دقيقه. شهيق زفير باستمرار، نفس، كل تمرين نسوي 30 ثانية إلى 40 ثانية، نعيده إلى 3 جولات إلى 4، حركة شاملة للجسم، بعدين نسوي جمب جاك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كملنا عملية الإحماء، من ثم نبلش ستريتش اللي هي سحوبات كاملة للجسم، نسحب دينا للجانب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بدل السويتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي العمليات تجنبنا دائما الإصابات اللي تكون أثناء التمرين، كلش مهم إنه نعيدها قبل التمرين وبعد التمرين. نحسب 20 ثانية إلى 30 ثانية، بعدين نمزي لين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اليوم تمارين راح تكون اول بدي، راح نستخدم من خلال كل الجسم كل العضلات اللي موجوده بالجسم. راح نبلش بالدمبلز او اي وزن ممكن يكون عندنا بالبيت، ناخذ نبلش ضغط دمبلز للامام، نشغل عضلات الكتف، نحسب 10 عدات الى 12 عده، 3 جولات الى 4. هسه شغل عضلة الكتف الجانبية، جسمي مستقيم، ارفع على مستوى الكتف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسه راح نبلش اب، ناخذ عضلة البايسبس، جسمي مستقيم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
نكمل هسه نشغل عضلة الترايسبس دامبلز واحد كلش كافي نثنيها للخلف ونحرك الايد بصورة مستقيمة لفوق. نحسب كل يد من 10 الى 12 تكرار. سوي سويتش نعيدها دائما اب 3 جولات الى 4. شغلنا عضلة الترايسبس هنا هسه من ثم نشغل عضلة ظهر الباك. انثناء بسيط بالركبة جسمي مستقيم صدري للأمام رأسي فوق وأسحب على مستوى الجسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من ثم شغل عضلة الشيست اللي هو ممكن نسوي البوش اب جسم مستقيم. راح يكون تمرين الاوبشن الاول اللي هو نزول كامل احسب تكراراته من 10 الى 12. اذا ما اقدر ممكن اسوي ني بوش اب اللي هو راح اشغل لي عضلة الشيست وبنفس الوقت الترايسبس. ما اقدر ممكن انزل رجلي فروم بسيطة وانزل واصعد وهاي العملية تتكرر من 3 جولات إلى 4 جولات. من ثم نختم بآخر تمرين اللي هو السكوات من خلاله شغلنا عضلة الرجل. ننزل استقامة للجسم up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أعزائي المشاهدين نختم فقراتنا لهذا اليوم. هذا التمرين كلش بسيط ممكن نستخدمه بالمكتب ممكن بالبيت قبل الخروج للدوام. التمرين مالتك ماكسيموم يصير من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. نختم ويانا نختم فقراتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا كابتن عبد الله على كل هذه التمارين. مشاهدينا باقين ومكملين وياكم فاصل ونرجع لكم. مرحبا بكم مشاهدينا. طبعا اليوم احنا راح نتكلم عن آلة موسيقية اكيد اكو كثير من الناس يحبونها ومنجذبين اليها وهي آلة الناي اللي تمتاز بطبيعتها الرقيقة لانه هي لها اصلا خصائص معينة وامور خاصة بها. يمكن البعض يشوفها انه هي حزينة اكثر ولكن كل بعض يكون عاشق لها فبالتالي يبدع بها. اليوم راح يكون ضيفنا في فقرة فنون جميلة هو العازف على آلة الناي يماني عبد الستار. يا هلا مرحبا يسعد صباحك. اهلا وسهلا بك يسعد صباحك. احنا صارت الساعه 12 فمساء الخير نقدر نقول. مو مشكله. اهلا بك. يماني احنا يمكن تحدثنا عن هذه الاله وتاريخها يمكن احنا نتكلم عن كثير من الامور ولكن لو تحدثنا انت عنها وعن الفرقه اللي كانت اللي انت سويتها او كانت موجود فيها. طبعا اله الناي من الالات المهمه بالعراق والالات اللي نقدر نعتبرها احنا من المؤسسين لها. تتكون من القصب كمادة أولية للصناعة. الناي الشرقي هو يتكون من 7 ثقوب، الستة الأولى أمامية والسابع خلفي. الطريقة طريقة العزف مالتها عن طريق النفخ وكذلك يعني تكمن أهمية هاي الآلة بصورة الشجن خلينا نقول أو الرخامة اللي تطيها هي والآلات النفخية طبعاً اللي ترافقها كذلك. نعم. أنت من عمر 8 سنوات بديت به هذه؟ لا أنا صار لي 8 سنوات أتمرن. 8 سنوات حلو. وأسست فرقة لهذا الموضوع؟ هو كانت الفرقة هي جهد جماعي يعني بمحافظة ذيقار بقضاء سوق الشيوخ. كوننا مركز موسيقي وطبعا جذبنا خلينا نقول الاشخاص المهتمين بالموسيقى هناك. ذيقار يعني يمكن افضل بيئه مناسبه واحلى بيئه
لكل ما تحدثت به او تتحدث به حاليا بما يخص العزف بالنار. طبعا هي اساسا تسميه الفرقه اجت من هذا من هاي الفكره. شنو اسم الفرقه؟ فرقه هي فرقه شولغي، وهو من الملوك سلاله اور الثالثه، ابن الملك اورنامو واول مشرع قانون بالتاريخ، وهو الملك اللي يطلق على نفسه اسم الملك الموسيقار. حتى بعد تسلمه للحكم كان يعزف للشعب بالمناسبات اللي تصير يعني احنا ما نستغرب، لان هي هذه الاصول والجذور الحقيقيه لنا واللي احنا ننتمي لها. بس انا اريد اعرف يعني ليش الناي، ليش اكو عندنا خيارات هوايه، او عفوا عندك خيارات هوايه بما يخص الالات الموسيقيه؟ طبعا هو الحب للالات الموسيقيه بالصدفه بصوره عامه ممكن يكون شويه بصدفه، بس هو اكيد الانسان كان مهيئ يعني نفسيا لهذا الموضوع. حلو يا مان، احنا نريد نستثمر وجودك اليوم معنا، فيا ريت لو تسمعنا شيء يعني نسمع. أوكي. انت مجهزه؟ نعم. احنا كنا حاسين كل شوي يكون حزين اكثر، ولكن لا، كان يعني شيء نقول بالوسط. الناي هو التوظيف اساسا، يعني ممكن اي عازف ويقدر يوظف الناي بالطريقه اللي هو يحبها. بس انا اريد اسالك، الناي هو يجيب على تساؤلات لو هو لا ما يجيب على تساؤلات، لو هو ممكن يطرح سؤال؟ يعني نقدر نقول يعني 50-50 بهيج موضوع، يعني ممكن الناي هو يجيب على تساؤل المشاعر اللي بداخل الإنسان وكل الآلات الموسيقية طبعاً، يعني وممكن هو اللي يثير التساؤل من العازف، يلزم الآلة ويعزف، هو ممكن يثير التساؤل. يمكن هذا هو جمال الفن بالأخير، يعني بالضبط. وكل الفنون، كل الآلات الموسيقية لها يمكن مميزة بشكل معين، ولكن النائي هو إلى يمكن أكثر مرتبط بالأمور الريفية، بالحزن، بالأشياء اللي يعني إلى نمط وجو خاص به. خلينا نتكلم أكثر عن الفرقة اللي أنت موجود فيها، شلون أسستوها، شنو المشاركات اللي لكم سواء بشكل مفرد أو مع الفرقة؟ هي أغلب المشاركات كانت ويا الفرقة. آخر مشاركتين يعني كان مهرجان أور السينمائي بالذيقار بالناصرية، وهذا كان يعني كحدث يعني جدا جميل، وكان حاضرين به فنانين قامات من العراق. واكو مشاركه يعني هاي عالميه، اكو فيلم اعتقد عرجتوا عليه ببرنامجكم من فتره، هو فيلم عيوني المخرج لويس سايبريان. هذا مثلناه بأهوار تشبايش، وكان له يعني جزء من الفيلم هو عزف للفرقه مالتنا، وعزفنا به وانعرض يعني باريس وبعض المدن العالميه، وكان له يعني نجاح. ان شاء الله اكيد مبادرات احلى وحضور اكبر. بس انا اريد اسالك، شنو اقرب الالات يعني لقلبك اللي هي تتمنى انه تكون دائما موجوده وياك في حال انت كنت تعزف على الناي؟ شنو الاقرب لك؟ طبعا الايقاع وال اكيد الايقاع، الايقاع والبيز جيتار والبيانو والعود، شلونها علاقتك بيه؟ طبعا احس مو كلش يعني ما اعرف. لا انت مو قلتي من تعزف اقرب انت الالات يعني. لا اقرب الالات اللي هي تشاركك بالعزف. طبعا يعني هي خلينا نقول هي
عن هواي هواي اشياء كل شيء باعتبار انه انتم فرقه كمان ممكن العود يعني بس هاي الاساسيات اللي ممكن تساعد العازف يعني كشيء كعازف منفرد يعني يماني انا بدي ارجع شويه على النقطه اللي سابقا قلتها موضوع المشاركه بالافلام وغيرها هذه المشاركه تتطلب اكو لحن خاص معين او انتم كان شلون النظام اللي قمتم به شلون التجهيز شلون التدريب عليه هو كان شيء يعني خلينا نقول أغنية وموال هناك يعني حضرنا والأغنية كانت هي الجمال أكسومري باعتبار إحنا كنا مكان هو بيئة تعتبر الأساس للحضارة السومرية هناك فكانت هاي الأغنية هاي إذن هي دائما موجودة ودائما يمكن مسموعة وقريبة على الآذان شو ممكن الواحد أو الفنان يقدر يبدع بها بطريقة معينة تبقى هي لمسته تكون موجودة بيه طبعا هو الفنان بالبداية يحفظ الأغاني وهي بصورة خام يعني وبمرور التمرين عليها راح يضيف لها اللمسات الخاصة بي يعني من خلال مهارته ومن خلال كمية الأشياء اللي سامعها وكمية أو بس يعني المهم إنه هاي الإضافة ما تقلل من قيمة طبعاً يعني الإضافة هي خلينا نقول هي لمسة بس ما تغير بالأساس مالت اللحن والإذن الموسيقية أساساً لأي عازف هي جداً مهمة طبعاً أنت شنو تسمع على طاري الإذن الموسيقية أنا أسمع كل شيء العربي أكيد العربي أسمع يعني الأربعينات لا يعني هسه حالياً حتى الحديث أسمع وأكيد عندك تفرد بالسماع العراقي أكيد يعني هي بيئتنا بالنهاية جانب آخر أكيد طبعاً يعني آية إحنا قاعد نقول سماع فنريد نسمع نسمع شاهدنا اللمسة ماتك اللي ضفتها لي شكراً طيب يماني إحنا سعيدين جداً بكل هذا الجمال نعم يمكن الحلو أنه
المصريين لهم طريقة معينة، العراقيين لهم طريقة معينة، ويبين من خلال العزف رغم ان هي نفس الآلة. اكيد. شلون تقدر يمكن تتدرب او شلون انت مثلا تقسم الوقت، وخصوصا النفس؟ يعني ما شاء الله يعني يحتاج الى نفس وتدريب على النفس بشكل كبير. من الاشياء اللي يعني تواجه عازف النايب صعوبة هذا الموضوع، يعني انه القدرة على او تمارين النفس يعني بصورة عامة. التمرين يعني انا هم يعني هذا الموضوع ممكن مؤثر شوي، انا يعني عندي وظيفه وعمل ف اوكي يعني جاي اقدر اطلع وقت للتمرين، لانه هو هذا الشيء هو يعني خلينا نقول التارجت مال الحياه واللي انت تحبه. بالنهايه الشخص هو دائما يسعى انه يسوي الاشياء اللي يحبها، بس انت شنو تحب بالعاده تعزف لو انت تعودت انه انت لازم تشمل الاشياء اغلبها؟ يعني غالبا هي التقاسيم اللي ممكن واحد يعبر بها عن الحاله النفسيه اللي يمر بها، يعني سواء كانت فرح او حزن. نعم، احنا عندنا اساسا منهاج او مدرسه مهمه بالناي، يعني اكيد انا اتحدث بالعراق مثلا، اللي تركوها لنا ابرز عازفين ناي بالعراق اللي هم يعتبرون كبار من قصدين منهاج تدريبي الناي. نعم، ما اعتقد يعني حاليا اكو مناهج مصريه مو بس تدريبيه، ممكن انتم ترجعون لها كاستماع. اكيد عندنا، احنا عندنا اساتذه مهمين بالناي يعني موجودين يدرسون بمعهد الفنون الجميله وبمعهد الدراسات الموسيقيه، وهم يعني من الناس الداعمين يعني خاصه بالبدايات، يعني كان استاذ غسان محسن يعني او استاذ جلال الشطري كذلك. نعم. هو صانع النايات هاي يعني اللي جاي يعزف عليها. حلو حلو. طبعا العازف على آلة الناي ماني عبد الستار، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لك الموافقين. شكرا جزيلا يا مالي، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. مشاهدينا، من بعد هذا الحديث وصلنا وياكم الى ختام صباحكم لهذا اليوم، والختام كان مسك برفقه آله ممتعه واستمتعنا جدا بها مع يماني. نشوفكم ان شاء الله مشاهدينا يوم غد في نفس الموعد. نعم مشاهدينا، نترككم مع بقيه برامج اليو تي في من صباحكم، ونقول لكم في امان الله.